مع الآن في حدود المدورة، عطوفة العقيد أحمد السعودي مدير حدود المدورة. صباح الخير بطريقتك الخاصة على إبراهيم وعلى لارا. صباح الخير على جميع مشاهدي التلفزيون الأردني، وأهلا وسهلا فيكم في مركز حدود المدورة. عطوفتك نتحدث عن مركز حدود المدورة، تم حديثا فتح أمام السيارات الشاحن الكبيرة، نتحدث بشكل عام عن هذا المركز الحيوي الكبير في مركز حدود المدورة. مركز حدود المدورة هو مركز حدودي يربط بين المملكة الأردنية الهاشمية والشقيقة المملكة العربية السعودية، وهو مركز حدودي في قسمين، قسم للشحن وقسم للمسافرين. قسم المسافرين تم افتتاحه من شهر 10 العام الماضي، الشحن بقي مغلق لغاية تقريبا 27/9 الشهر اللي فات تم إعادة فتح الشحن، وحاليا المركز الحدودي بيعمل بكامل طاقته سواء كان مسافرين أو شحن. تحدث عطوفتك التناغم بين مختلف الأجهزة المختلفة هنا في هذا المركز الحدود الهام، مركز مميز، مركز يعني حقيقة جلالة الملك أولى كل اهتمام والرعاية باعتبار يربط المملكة الأردنية الهاشمية بين المملكة العربية السعودية. نعم صحيح، احنا نشتغل هنا عدة أجهزة وفي تعاون مشترك بين جميع الأجهزة، وهذا التعاون من أجل التسهيل على المسافرين. بتعرف يعني المسافر هو مجرد ما يجي على المركز الحدودي بده يخلص معاملته بأقصى سرعة، فلذلك في تعاون مع جميع الأجهزة الموجودة من أجل إتمام معاملة المسافر بأقصى سرعة وبأحسن حال. أحمد بيك نتحدث، كيف تعاملتوا في ظل جائحة كورونا؟ الله يبعدها عنا ويبعدها عن الوطن ويبعدها عن العالم كله. جائحة كورونا كان في بداية كان في إغلاق للحدود، بعد ما تم إعادة فتح الحدود مرة ثانية أمام المسافرين كان في بروتوكول صحي من قبل وزارة الصحة، وتم التنسيق مع الجانب السعودي من أجل البروتوكول الصحي هذا، وحاليا الآن يعني إحنا ماشيين ضمن البروتوكول الصحي الأخير اللي جانا من وزارة الصحة. سؤالنا الأخير نتحدث، كيف تعاونكم دائم بين السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا السلطات في المملكة العربية السعودية؟ هناك تعاون دائم وثيق، وهذا يدل على مدى يعني التعاون الكبير والإخاء بين المملكتين الحبيبتين. نعم صحيح، في تعاون مشترك بيننا وبين أشقائنا في الجانب السعودي، التعاون فيما يتعلق بحل جميع العقبات اللي بتواجه المسافرين سواء كان قادمين للمملكة الأردنية الهاشمية أو مغادرين من المملكة الأردنية الهاشمية باتجاه الشقيق المملكة العربية السعودية. كل الشكر لك العقيد أحمد السعودي مدير حدود المدورة، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيكم، ونتمنى نشوفكم مرة ثانية في حدود المدورة إن شاء الله. هياك. أيضا معي مدير مركز حدود تخليص في المدورة الأستاذ وصفي صلاح، يعطيك العافية. الله يعافيك أخ رعد. صباح الخير من هنا من حدود المدورة، وبنصبي عليك شو بتحكي بهالمناسبة. صباح الخير عليك أخ رائد، وصباح الخير على الإخوة المشاهدين، وصباح الخير على الإخوة في الاستديو. طبعا مركز حدود المدورة أحد المراكز المهمة التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، طبعا بناء على توجيهات سيدي صاحب الجلالة، ما بين الموازاة بين القطاع الاقتصادي وما بين القطاع الصحي، تم فتح مركز حدود المدورة خلال الأسبوع الحالي، والحمد لله الآن بالنسبة لحركة الشحن ونقل البضائع بدأت السيارات بالعبور عبر هذا المركز الحدودي. كيف تعاملتوا كشركات تخليص مع جائحة كورونا في ظل هذا الوباء الخطير؟ طبعا يعني جائحة كورونا يعني الحمد لله انه يعني الان خفت الامور كثير، لكن تم اغلاق مركز حدود المدورة من تاريخ 18/3/2020 ولغاية تقريبا تاريخ 27/9/2021. طبعا يعني كانت قطاع الشحن في مركز الحدود معطل بسبب جائحة كورونا. طيب يعني كيف شفت التعاون بين الأجهزة المختلفة هنا في حدود المدورة؟ الحمد لله يعني هناك تعاون ما بين الأجهزة الحكومية المختلفة في مركز الحدود وما بين شركات التخليص وشركات النقل. طبعا يعني الآن نشكر الحكومة ونشكر سيدي صاحب الجلالة على توجيهاته بفتح مركز حدود المدورة. نتمنى أن يكون هناك وقفة ودعم لشركات التخليص، لأن شركات التخليص في هذه الفترة يعني حقيقة قد تضررت وتكبدت خسائر مالية فادحة. كل الشكر لك أستاذ وصفي صلاح مدير مكتب تخليص جمرك المدورة.